شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. صدق الله العلي العظيم. الحقائق الكونية بلحاظ الإدراك العقلي على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما هو موافق للعقل، يعني عندما تعرض هذه الحقيقة علينا نفكر في تلك الحقيقة نجد أن هذه الحقيقة موافقة لتلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وذلك مثل البديهيات الرياضية. في القضايا الرياضية هنالك مقولات نظرية، ولكن فيها أيضا مقولات بديهية، يعني عندما تعرض عليك تجد أنها مطابقة للعقل. البديهيات المنطقية كلها أيضا تصنف ضمن هذه المجموعة. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني ما هو مضاد للعقل، يناقض العقل. عندما تطرح هذه القضية على العقل السليم، العقل يجد أنها مناقضة معه ومع مسيره. قضية الثالوث مثلاً، أنتوا الآن اطرحوا القضية على كل شخص ولو كان يحمل أبسط المعلومات الأولية، أن يكون هنالك شيء واحد وثلاثة في آن واحد. هو واحد ولكنه ثلاثة، هو ثلاثة ولكنه واحد.
العقل لا يستطيع أن يهضم هذه المعادلة، لأنه إذا كان واحد إذن هو مو ثلاثة، وإذا كان ثلاثة إذن مو واحد، فإذن هو ثلاثة ومو ثلاثة، وواحد ومو واحد، هذا مو معقول. حتى إذا طفل تعرضون عليه هذا الموضوع لا يقبل هذا المنطق. فكرة الثالوث التي يعتقد بها البعض مبنية على أساس هذه القضية التي تتناقض مع كل عقل. الله واحد وفي ذات الوقت هو ثلاثة، هذا لا يعقل. اجتماع النقيضين لا يعقل. ارتفاع النقيضين لا يعقل. هذه المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة ما هو فوق العقل، وكلامنا في هذه المجموعة وفق العقل، ضد العقل، فوق العقل. العقل لا يدرك، لأن العقل متى يحكم؟ العقل يحكم في ظرف الوضوح. العقل لا يحكم على شيء غامض، العقل لا يحكم على شيء مجهول. أنتوا إذا وضعتم شيئا في اليد وتحاولون أن يحكم الطرف على ما في يدكم، العقل يقول أنا أحكم في ظرف الوضوح، أما في ظرف الغموض فلا أحكم، لأني مو محيط بجوانب هذه المعادلة. كثير من القضايا هنالك بديهيات منطقية، هنالك بديهيات رياضية، ولكن كثير من القضايا فوق مستوى العقل. ذلك العالم الكبير عندما يسأله تلاميذه كم هي نسبة معلوماتنا إلى مجهولاتنا، إحنا هذا القدر الذي أحطنا به من هذا الكون، حقيقة هذا الكون جداً معقد، جداً معقد. القدماء كانوا ينظرون إلى حبة الرمل نظرة عادية، رمل بعد، قطرة ماء، ولكن العلم لاحظوا البحوث المذكورة حول الذرة، يجد في حبة الرمل في قطرة ماء عالم غريب معقد، يقفون عاجزين عن حل طلاسمه. وهذا جزء من هذا العالم، كم هو تعقيد هذا العالم لا نعلم. إحنا كم هي نسبة معلوماتنا إلى مجهولاتنا؟ يقول أنتم أفرضوا صحراء، صحراء كبيرة، تأخذون ذرة رمل، كم هي نسبة هذه الذرة إلى تلك الصحراء؟ التلاميذ يقولون لا شيء. يقول هذا العالم أحد كبار علماء القرن الحاضر، يقول هذه هي نسبة معلوماتنا إلى مجهولاتنا. زين، العقل الذي هذه نسبة معلوماته إلى مجهولاته كيف يستطيع أن يحكم؟ كيف يستطيع أن يعلل؟ العقل الذي لا يعرف الملاكات، لا يعرف
جوانب الموضوع، كيف يستطيع أن يحكم؟ ليش صلاة الصبح ركعتين؟ لا نعلم. الآن إذا خيرنا أنه كان تشريع صلاة الصبح بيدينا، كم تقرر صلاة الصبح؟ لا تقدر. كم قرص يتناول هذا المريض إذا واحد مو محيط بمعادلات المرض ومعادلات العلاج؟ كيف يحكم أن هذا المريض كم قرص يأكل؟ ليش صلاة الصبح ركعتين؟ مو محيطين بالمعادلات. ليش صلاة الظهر 4 ركعات؟ لا نعلم. ليش الطواف حول الكعبة 7 أشواط؟ لا نعلم. ليش شهر رمضان نصوم 30 يوم؟ 31 يوم؟ 28 يوم؟ ليش؟ لا نعلم. المشكلة التي ابتلي بها الآخرون من اليوم الأول، من اليوم الذين قالوا حسبنا كتاب الله وإلى هذا اليوم، إحنا لا نعلم. يجب أن نرجع إلى العالم. ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. ولكن كيف يأتي إلى باب هذا الرجل؟ ليش يقول حسبنا كتاب الله؟ لأنه لا يريد أن يخضع لمن عينه الله. هذا مرتبط بالوحي، هذا مرتبط بتلك المعادلات الغيبية، ولذلك يحكم وفق تلك المعادلات الغيبية. هذا مرتبط بالوحي أو مرتبط بمن يرتبط بالوحي، ما يريد يخضع، ولذلك يضطر أن يحكم وفق معادلات ظنية. رئيس المستشفى طلعوه، الدكتور طلعوه، الجراح المعالج طلعوه، جيبوا واحد قروي من الصحراء الطول كل هذا المستشفى، شو يسوي؟ إذا يريد يحكم بمعادلاته الظنية الناقصة، شلون يحكم؟ ما يقدر يحكم. ليش ذلك الرجل لا يخضع للإمام الصادق صلوات الله عليه؟ ونحن نعيش في هذه الأيام ذكراه. هذا الشهر شهر شوال، شهر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، في بدايته ذكرى هدم قبره، وفي نهايته ذكرى وفاته. ليش؟ لأنه لا يريد أن يخضع لهذا الرجل الذي عينه الله. زين، عندما ما يخضع مضطر أنه يحكم بمعادلاته العقلية الفجة. يأتي ذلك الرجل إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه، الإمام صلوات الله عليه يسأله كيف تحكم؟ أنت فقيه أهل العراق. قال أنت فقيه أهل العراق؟ قال نعم بكل قوة. كان واحد آخر، الإمام الصادق صلوات الله عليه قال له أنت فقيه أهل العراق أو مفتي أهل العراق؟ قال هكذا يقولون. ولكن هذا الرجل يقول نعم بكل قوة. زين، أنت إذا فقيه أهل العراق كيف تحكم؟ قال أحكم بكتاب الله، كتاب الله موجود. زين، إذا شيء ماكو في كتاب الله كيف تحكم؟ أحكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا شيء ماكو في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، لأن هذا الرجل يقول لم يصح عن رسول الله إلا 6 أحاديث فقط. إذا 6 أحاديث، كيف تستخرج مئات الألوف من الأحكام لتنظيم الحياة البشرية؟
قال باجتهاد الرأي أقيس قياس. القياس في الطب صحيح؟ يمكن واحد يقيس في الطب؟ لا. يمكن واحد يقيس في اللغة؟ لا. يمكن واحد يقيس في العلوم؟ لا. ولكن في الدين لا مانع. قال جيد، أنت تقيس، أخبرني في نظرك الصلاة أعظم أو الصوم؟ الآن إذا يطرح علينا هذا السؤال، الصلاة أهم أو الصوم أهم؟ ماذا نقول؟ الجواب لا نعلم، لأن إحنا مو محيطين بالمعادلات حتى نقول هذا أو ذاك. إذا أخبرنا الصادق لأنه مرتبط بالوحي أو بمن يرتبط بالوحي نقول لا إشكال. قال لا، الصلاة أفضل. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه لذلك الرجل، إذا الصلاة أفضل فلماذا المرأة إذا اضطرت شرعا إلى ترك الصلاة لبعض الأعذار لا تصلي ولا تصوم، ولكن بعد انتهاء العذر تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ إذا الصلاة أهم من الصوم كان المفروض تقضي الصلاة مو أنها تقضي الصوم. قال لا أعلم. قال له أخبرني، القتل أعظم عند الله؟ المشكلة هذه الكلمة عند الله، هذا دين الله، إحنا ما نعلم المعادلات الموجودة في تلك العوالم الغيبية، القتل أعظم أم الزنا؟ قال لا، القتل أعظم، القتل واضح أعظم من الزنا. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه، إذا القتل أعظم فلماذا اكتفى الله في إثبات القتل بشاهدين بينما لم يكتف في إثبات الزنا إلا بأربعة شهود؟ قال لا أعلم. قال أخبرني، البول أقذر أم المني؟ قال البول أقذر. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه، إذا كان كذلك فلماذا لا يغتسل من البول ويغتسل من المني؟ قال لا أعلم. وإني تائب إلى الله مما أنا فيه. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه، كلا إن حب الرئاسة غير تاركك. حب الرئاسة ما يخليك. ومشى على هذا الخط، ومشوا خلفه وراء هذا الخط. الحقيقة الإنسان لا يمكنه أن يحكم في هذه الدائرة، لأن هذه الدائرة مرتبطة بمعادلات. قصة أخرى، أبو يوسف يسأل الإمام الكاظم صلوات الله عليه، شنو تقول أن الحاج في أيام الحج يضع مظلة على رأسه، مظلة مثلا يظلل؟ قال لا يجوز. قال أبو يوسف القاضي أكبر علمائهم، فينصب خيمة ويدخل تحت الخيمة، شنو؟ قال يجوز. قال لماذا؟ ليش هذا يجوز وهذا ما يجوز؟ واحد يأخذ مظلة وهو في السيارة وهو في الطريق لا يجوز، أما ينصب خيمة ويستظل قال يجوز، ليش؟ قال الإمام الكاظم صلوات الله عليه، المرأة المعذورة تقضي الصلاة؟ قال الإمام، قال أبو يوسف لا. تقضي الصوم؟ قال نعم. قال ما الفرق بين الصلاة والصوم؟ قال هكذا ورد عن رسول الله. فقال الإمام الكاظم، وهكذا ورد عن رسول الله.
إذا القضية قضية تعبد لا مجال للعقل في إطار هذا التعبد. هذه مسألة يختلف فيها خط الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الذي هو خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن بقية الخطوط. هنالك مرحلة ثانية، نحن طرحنا بقية الأشياء، يعني طرحنا القياس، طرحنا المصالح المرسلة، طرحنا الترجيحات الظنية، كلها طرحناها، مصدرنا الكتاب والسنة. الكتاب والسنة كيف نستخرج منهما الحكم؟ يتمكن كل واحد يجي لأنه طالع أربعة كتب أن يستخرج الحكم من الكتاب والسنة. هنالك عشرات المعادلات المعقدة الدخيلة في عملية الاستنباط للحكم الشرعي، ما يتمكن واحد لأنه شاف آية أو شاف رواية أو طالع أربعة كتب أن يحكم وفق هذه المعلومات التي عنده، لأن مو معادلة واحدة في الكتاب والسنة، مئات المعادلات. تشوف مجتهد من مجتهدين، فقيه من فقهائنا، يقضي 70 عام من عمره في الفقه والأصول حتى يحيط بهذه المعادلات. القضية مو قضية بسيطة. ينقل عن شريف العلماء رحمة الله عليه، كان عالم من علمائنا، ومع أنه كان شابا لكن حقيقة الرجل عجيب، يقال أنه لم يطفئ السراج 7 أعوام ليلا، ولم يشعل السراج 7 أعوام. طبعا مات شابا عمره 33 عام، لكن هذه القضايا موهبة إلهية ما ترتبط بسن معينة. العلامة الحلي أصبح مجتهدا كما يقال ولم يبلغ الحلم، 7 سنوات من الليل للصبح كان يطالع في هذه المعادلات، فالسراج كان مشعل، و7 سنوات أطفأ السراج وهو يفكر في هذه المعادلات الفقهية والأصولية. ما يتمكن واحد في كل قضية دينية يقول أنا هذا نظري، أنا هكذا أتصور. ربما هذه معادلة، لكن أكو هنالك معادلات ثانية. لذلك الإنسان يجب أن يكون دقيقا في كلامه. جاءني شاب قبل مدة قال لي أنا في رأيي، هاي كلمة معروفة، أنا في رأيي، مثل واحد يروح للطبيب اللي درس 30 عام 20 عام يقول أنا رأيي هالشكل، ما إله حق. قال لي أنا رأيي فلان شيء محرم ما يجوز، مو زين واحد يسوي هذا العمل. طبعا شاب طيب، طيب القلب. قلت له أنت رأيك هذا العمل محرم، شيء من الأشياء، زين أنت مجتهد؟ قال لا، عمل يمارسه بعض الناس، قال في رأيي هذا محرم ما لازم يسووه. قلت له أنت مجتهد؟ درست الفقه والأصول ووصلت إلى مرحلة الاجتهاد؟ قال لا. قلت له زين أنت تتمكن تقول أنا ما أسوي هذا العمل، لأن هو مو واجب، عمل مستحب من المستحبات، أنا ما أسوي هذا العمل ما يخالف، ولكن أن تقول أن هذا العمل محرم كيف تفتي وأنت لا تملك الأرضية اللازمة للفتوى؟ الحقيقة واحد ما يتمكن يحكم، وإنما يجب أن يكون دقيقا في كلامه، يجب أن يكون دقيقا في فكره أيضا. هاي المعلومات اللي عندنا، ما هي الضمانة الشرعية لصحة هذه المعلومات؟
إذا لم تستند إلى حجج الله ومن عينهم حجج الله وهم مراجع التقليد. هذه الفكرة اللي أحملها، من يضمن لي سلامتها وأكون بريء الذمة أمام الله سبحانه وتعالى؟ في كتاب الاحتجاج يروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول الإمام: كنت أسمع برجل تعظمه العامة، وهي إلى شخصية عند الناس، ويمدحونه ويمدحون علمه فضله، فأحببت لقائه. اختصر القضية، رحت شفت مجموعة أكو حوله وهو يتكلم ويقول في الحلال والحرام، فانتظرت إلى أن تفرق الناس عنه. هو وضع عباءته على رأسه، أو ما وضع عباءته على رأسه، وأخذ يسير في الطرق إلى أن وصل إلى خباز، فغافل الخباز وسرق منه رغيفين. هذا عالم، هذا يعظمه الناس، شلون يسرق من الخباز رغيفين؟ قلت لعله معاملة، ثم قلت إذا معاملة ليش يغافله؟ فذهب إلى أن وصل إلى بائع رمان، فغافل وسرق منه رمانتين. ازداد تعجبي. الإمام الصادق تروى عنه هذه القضية صلوات الله عليه، فتبعته إلى أن وصل إلى رجل مريض راجع الاحتجاج في هذه القضية، فأخذ الخبزين والرمانتين وأعطاهما لذلك الرجل المريض. جئت إليه وقلت: إني سمعت أن العامة تعظمك وكذا وكذا، فأحببت لقائك، ولكن شفت منك عمل شغل فكري. قال: ما هذا العمل؟ قلت: سرقتك للخبزين وللرمانتين، ليش هذا العمل؟ قال: أولا قل لي من أنت؟ أنت منو؟ قلت: رجل من أمة محمد. قال لي: من أيها؟ قلت: من بني هاشم. قال لي: من أية بلدة؟ قلت: من المدينة، لعل القضية اتفقت في الكوفة. فقال لي: لعلك جعفر بن محمد. ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. فقلت: نعم. قال: وما ينفعك شرف أصلك مع جهلك؟ فقلت له: وأي جهل؟ قال لي: جهلك بكتاب الله. أنت شلون ما تعرف كتاب الله مع هذا الأصل الرفيع الذي تنتمي إليه؟ فقلت له: وما جهلت من كتاب الله؟ قال لي: إن الله يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. أنا سرقت رغيفين سيئتي، وسرقت رمانتين أربع سيئات، ثم تصدقت بهذه الأشياء الأربعة، فكتبت لي كم حسنة؟ 40 حسنة. 40 حسنة تنقص منها 4 عدد السيئات، يبقى لي 36 حسنة. صحيح هذا المثل، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. أنتم حقيقة هذا مو قضية واحدة. أرجو أن يراجع المؤمنون كتاب البحر الزخار
في مذاهب علماء الأمصار، شوفوا شنو الخبط الذي وقعوا فيه، خبط لا يتصور حقيقة. الإمام الصادق قال لذلك لذينيك الرجلين: شرقا أو غربا لن تجدا العلم إلا في هذا البيت. قلت له: بل أنت الجاهل بكتاب الله، أو ما سمعت أن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. أنت عندما سرقت الرغيفين والرمانتين اكتسبت 4 سيئات، وعندما أنفقت المال بدون رضا أصحابه اكتسبت 4 سيئات أخرى، فكتبت لك 8 سيئات، لأن الاستيلاء على مال الغير سيئة، صرف هذا المال سيئة أيضا. فلم يحر جوابا وانصرف. حقيقة إن تراجعوا هذا الكتاب انظروا الخبط العظيم الذي وقعوا فيه. لذلك أولا يجب أن نتأمل في مصادر ثقافتنا، وثانيا لا يحق لأحد، أي أحد كان، عالما كان أو جاهلا، مثقفا كان أو غير مثقف، أن يدلي برأيه في أي قضية دينية إلا إذا استند فيها إلى حجة شرعية. والحجة الشرعية إما أن يكون هو مجتهدا، وإما باب الاجتهاد مفتوح، أي واحد يمكنه أن يكون مجتهدا، وإما أن يعتمد على مجتهد جامع للشرائط، حتى لا يكون ممن ينطبق عليه قول الله: وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى طريق الرشاد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.